نقص بشري ونعطي قرارات خاطئة، إلا أن الله تعالى الذي خلقنا ويعلم ضعفنا يعفو عن أخطائنا التي نرتكبها. ولذلك علينا أن ندرك الخطأ الذي ارتكبناه ونتوب منه على ألا نقع فيه مرة أخرى. يعني ينبغي علينا أن نستغفر الله تعالى لكي يعفو عنا. الله تعالى يعفو عن ذنوبنا إذا كنا مخلصين في تصرفاتنا هذه ويغفر لنا. والله تعالى يبين أهمية الإخلاص في التوبة في القرآن الكريم بقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. الله تعالى عليم بكل شيء. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. الله تعالى يعلم كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما وجميع الكائنات وجميع الحوادث التي تحدث كل لحظة. وفي الوقت نفسه يعلم ما يهواه الناس، من ولد منهم ومن مات على الأرض، ويعلم عدد ما تسقطه الشجر من أوراق، ويعلم خصائص كل نجم من مليارات النجوم الموجودة في مليارات المجرات في الكون، وكل شيء مما لا يمكننا أن نحصيه. يقول الله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هناك سر مهم جدا يجب أن لا ننسى أبدا، أن الله تعالى يعلم ما يخطر في أذهاننا، ويعلم ما نبدي وما نخفي من جميع أعمالنا التي نقوم بها. يمكننا أن نخفي شيئا مما نفعله أمام الناس، ولكن لا يمكننا إخفاءه من الله تعالى، لأن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء. الله العظيم، لا
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. عظمة الله تعالى تتجاوز حدود خيالنا، ولكننا لا يمكننا أن نعرف شيئا من هذه العظمة إلا بالنظر إلى خلق الله تعالى، ونرى شيئا من عجائب قدرته. السماء التي تحمل السحب المحملة بالأطنان من الماء، الجبال التي ترتفع علوا إلى آلاف الأمتار، البحار التي تزخر بملايين الكائنات المتنوعة، الغابات التي تعج بالكثير من الكائنات، هذه وتفاصيل كثيرة لا يمكننا إحصاؤها هي دلائل بينة على عظمة الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هناك أناس متكبرون حولنا يرون أنفسهم أكبر من الآخرين، ويظنون أن الصفات التي يملكونها عائدة لهم، حتى أنهم يتكبرون أحيانا على الله تعالى. ومع أن التكبر بالنسبة للبشر تصرف غبي جدا، لأنه لم يأتي إنسان إلى الدنيا بإرادته، ولا يعرف متى تنتهي حياته، ولم يحصل على أي من صفاته باختياره، بل جميع صفاته وإمكاناته إنما هي هبة من الله تعالى لنا. والله تعالى الذي وهبنا ما نملك قادر على أن يسلبها منا في الوقت